السلام عليكم. راح بلش بشرح شابتر 7 مساحة. شابتر 7 مساحة بحكي لي عن جيومتريك سيرفينج. هسا هذا بحكي لي انه انا عندي زي التلسكوب او عندي عملية من خلالها بقيس المسافة الافقية سواء بليفل اب ثيتو لايت، الليفل اللي هو شابتر 3، ثيتو لايت اللي هو شابتر 5. طيب بنعرف انه الليفل كان هو قيس مسافات افقيه، طب بس الثيتو لايت كان قيس زوايا. طب انا من خلال الزوايا بدي اوجد المسافه، نشتغل شغلات الرياضيات تان وكوساين وساين ومن هالسوالف. فهون انا هسه بدي اعرف شغله واحده، انه عندي مشان اقيس المسافه الافقيه بليفل بقول لك المسافه الافقيه لها قانون ثابت بيساوي K1 ضرب H زائد K2. راح تحكي لي شو الK1 والK2. الK1 والK2 ثوابت، مو طاب السؤال، يعني شيء هذا ثابت انت بتتعوضه بس. شو الH؟ H طب الليفل اللي اخذ اللاب الليفل بتكون عنده زي هيك، تمام، عنده زي هيك، هيك الدائره تبعته. في عندي مقياس زي هيك، مقياس زي هيك، مقياس زي هيك، هذول بسموهم ستيديا هير، ستيديا هير، هي شعيرات او هاي. بقول لك المسافة من ستيديا هير الأفقية البعيدة بعيدة، هي هاي المسافة، هي هو بالامتحان راح يقول لك ارتفاع ستيديا هير الأولى كذا والثاني كذا والثالثة كذا، أنت بتروح تأخذ أعلى قيمة وتطرحها من أقل قيمة، قيمة H، فبيظل K1 وK2 ثوابت، بطلع هاي المسافة الأفقية، تمام. هسا هذا إثبات للقانون ما بهمني، المهم لما حليته كامل طلع معي بيساوي K1 H2. طبعا K1 هو value of geometric constant، هاي value of additional constant، هذا unitless يعني ما إله وحدة. ليش؟ لأنه المسافة هي بالمتر، ال H هي بالمتر، ارتفاع هاي أنا بدي أضرب إشي بمتر، وحدته بدي تكون ما إله وحدة، زائد K2 فأنا ما بدي أجمع وحدتين مع بعض لازم تكون الوحدة، فبالتالي K2 وحدته بالمتر. فأنا بالسؤال لو ما عرفت يا استعمل K1 وK2، شوف K1 ما إله وحدة بضربه بالH، K2 إله وحدة هو اللي بجمعه، تمام. هذا إثبات القانون ما بهمني، المهم إيش القانون النهائي. بدي أحسب distance، resultant distance باستعمال الليفل، أطبق هذا القانون فقط. هسا إذا بدي أستعمل بدي أوجد horizontal distance باستعمال theodolite مش level، حسب إيش؟ بستيديا هير، يكون في عندي ستيديا هير للثيوتولايت. لما يكون عندي ثيوتولايت بنعرف الثيوتولايت بقيس زوايا أفقية وعمودية، لما بدي أحسب ارتفاع مبنى بشتغل الزوايا vertical، الزوايا العمودية. فبالتالي مشان أحسب ارتفاع مبنى بهمني vertical angle. فبالتالي مشان أستعمل بس اللي هو رأي مشان أوجد التلسكوب استعمال ثيوتو لايت، horizontal distance راح تكون هي K1 في H، وبنعرف ال H هي المسافة بين الستيدي هير العالية والستيدي هير الصغيرة، ضرب بكوساين ال V زائد K2 في كوساين ال V، ال V اللي هي ال vertical angle، وال K1 وال K2 زي اللي حكينا عنهم، K1 ما إلو وحدة و K2 إلو وحدة، vertical angle between the line of sight and the horizontal plane، ال V هي لو هذا ال line of sight الobserved point، هاي هي في horizontal axis line of sight هي vertical، بطبق القانون خلص. طبعا الثيوتولايت ممكن يكون عندي إلو ستيدي هير وممكن ما يكون إلو ستيدي هير، لما يكون إلو ستيدي هير بكون القانون عندي هو كالتالي، H اللي هي الارتفاع هي الارتفاع، هسه بقول لك شو الارتفاع، عندي tan V2 ناقص tan V1 يعني. لو عندي هاي الرسمة، راح نحتاج نحط عليها مثال في نهاية الفيديو. لو عندي هذا الثيوتولايت وعندي هاي المسافة الأفقية الديستنس اللي أنا بدي إياها، هسا مشان أوجد ارتفاع مثلا المبنى 1، مشان أوجد ارتفاع المبنى 1 شو بدي أعمل؟ أوجد الفيرتيكال أنجل عند 1، أوجد الفيرتيكال أنجل عند، ويكون معطيني القراءات، بحكي نص في فيس رايت في 90 ناقص فيس رايت زائد فيس ليفت أو فيس رايت ناقص 270 زائد 90 ناقص فيس ليفت، وهكذا بوجد الفيرتيكال الأولى والفيرتيكال الثانية. عشان أوجد الارتفاع H2 مثلا
الارتفاع عشتو وهذا اتش، هذا ارتفاع اتش، ايش بعمل؟ بطلع مسافة اتش 2 وبطرح منها اتش 1. طيب شو اتش 2؟ بعرف انه ثاني الزاوية اتش 2 اللي هي الفيرتيكال 2، تمام. الفي 2 رياضيات شو بدها تساوي؟ المقابل المجاور، مقابل كم؟ اتش 2، وكم المجاور؟ دي اللي هي المسافة اللي انا بدي احسبها، تمام. والزاوية الأولى tan v1 شو بدها تساوي؟ h1 هادي. بالتالي d بدها تساوي h1 tan v1 أو h2 على tan v2. ولكن أنا ما بدي h2 و h1، أنا بدي بدلالة h، بدي ارتفاع ال h. إيش هي ال h2 ناقص h1؟ قيمة h. فبالتالي h2 هي d tan v2 ناقص d tan v1 بتساوي h. فبالتالي خذ d عامل مشترك بتساوي أو d عامل مشترك tan v1 ناقص tan v2 عكس، يعني ما بهمنيش بأخذ مطلق بتساوي h. فبالتالي بدي d، بحكي دي بتساوي h على tan v2 ناقص tan v1. هذا لما ما يكون عندي utilized constantia طبق هذا القانون. بالتالي خلصت chapter. ايش chapter اخذ منه؟ هيك بس. هذا امثله، خلينا نحل امثله. To measure the horizontal distance between two point level. ما قال لي level، بتستعمل قانون الليفل. شو قانون الليفل؟ k1 h زائد k2. اول شغله مباشره قال لي level. هذا القانون. At one point and road as but at another point. نعرف انه الليفل بدنا رود مش هنقيس. الرود ريدنج في عندي ثلاث طبقات للريدنج. رود في 2.2 2.3 2.4 هذولهم من نفسهم الاستاديا هذه. فبالتالي انا بدي الاتش. الاتش ايش بتساوي؟ اعلى قيمة واصغر قيمة. 2.45 ناقص 2.23 شو بتساوي هاي؟ 0.2 متر. اللي if the value of thermometric constant k وk1 ال واحدة، لاحظ k1 هي ال واحدة. additional constant 30 سنتي، k2 30 سنتي، تمام. 30 سنتي احنا لما نجمع وحدات لازم تكون نفس الوحدة، اذا هاي بالمتر لازم تكون بالمتر، فبتحول 30 سنتي 30 متر بتقسم على 100 0.3. فبالتالي دي بدها تساوي k1 100 0.2 زائد 0.3 22.3. في مسألة شابتر observing point level with horizontal distance 130، أعطاني الدي هون 130 متر. road reading was كذا كذا كذا. بالتالي ال h تساوي 3.9 ناقص 2.615. moving the road to another point with a distance 100، يعني في عندي هاي دي 1 وعندي دي 2 مسافتين برضو لها قراءات، فهي h1 وهي h2 بتساوي 3.2 3.4 ناقص 2.26. بأوجد الفاليو لـ k1 وk2، فإيش بعمل؟ أنا بطبق المعادلتين، بحكي أيوة أعطاني قراءتين وطلب مني ثابتين، فمعادلتين المجهولين لـ d1 130 تساوي k1 مش معي، h أعطاني إياها طلعتها أنا آخر قيمة ناقص أقل قيمة زائد k2، فهي معادلة واحد. المعادلة الثانية للقراءات الثانية هي 100 بتساوي h2 كذا كذا، معادلتين مجهولين بحلهم بتطلع معي k1 كذا k2 كذا وضم بالانتهاء. هون to measure the horizontal distance between two points if utilized provided with steady hertz. لما قال لي provided with steady hertz تطبق قانون الفي كوساين، تطبق القانون الفي كوساين. شو بعمل انا؟ تطبق القانون k1 معطيني 100، h اللي هي الـ provided steady hertz 0.46 ناقص 0.22 كوساين في اللي هي الزاوية الـ vertical، الـ vertical أعطاني إياها 15 2 أعطاني إياها 30 سنتي بحوله الـ 0.3 طلع. السؤال الرابع to measure the horizontal distance between two points to utilize none provided steady hertz. شو قال لي؟ to utilize none provided steady hertz فالـ distance بتساوي h على tan v2 ناقص tan. قال لي measure the distance between two points provided steady hertz
left on the road and was at the other point. The other road, the road was 3.5 a vertical angle was 15. يعني road has a 30 light. تمام؟ 30 light. هاي المسافة الأفقية distance اللي أنا بدي إياها. ما معي إياها. عندي هون الارتفاع اللي قست أول قراءة كانت قيمتها 1.35 متر زاوية 15. بعدين قاس قراءة ثانية قيمتها 2.87 زاوية 17. ولاحظ أنه 17 تكون دائما من line of sight أو من horizontal يعني. فإيش قل لك؟ لك وجد لي الهوريزونتال ديستانس بين تو بوينت. شو الهوريزونتال ديستانس بتساوي؟ هي بدها تساوي اتش الاتش اللي هي الفرق اللي هي هاي الاتش اللي هي هاي اللي هي بوينت 2.87 ناقص 1.35 على تان في 2 تان 17 تان 15 طلع سالب. عكس لي اشاره بس. طب ليش هذا الاشي عملته؟ ليش الرسمة هيك كانت؟ كانت هيك تخيلت أنا. صار ما في غير الرسمة بالنان ستيتد نان ستيتد هنا. فطلع طلع معي 40 2 ما في عندي بروبلم نفس الطريقة بس هون الكي بوينت 6 كي 2 قصدي كي 100 حامل من هاي بطلع هاي هون الثاني أوجد الأديشن الكونستانت يعني هاي نفس المعادلات نفس الأسئلة بس اختلاف أرقام. هاي ستاندرد ستيتد هنا الزاوية 20 بدل 15. هذا السؤال عندي زاوية 10 وزاوية 13 حل أمورك تمام. الشابتر 7 انتهى. هسه بتلاحظوا انه في عندي فيوتلايت الأسئلة في عندي فيوتلايت يعني أنا ممكن أدمج الفيوتلايت أذكار شابتر 7 يعني فيرتيكال 1 وفيرتيكال 2 ما يعطيني إياهم قيمة 17 أو 15 درجة. ممكن يعطيني إياهم قراءة فيس رايت ممكن يعطيني قراءة فيس ليفت أنا من خلال أحسب الفيرتيكال. تمام. بالتالي أنا كطالب فهمان شابتر 5 وفهمان شابتر 7 أنا بقدر أدمج الفكرتين مع بعض بحيث إذا أنا قدرت أطلع من شابتر 5 الفيرتيكال أنا خلص شابتر 7 فهمت معي. في عندي سؤال حلو إذا فهمته يعني أنت طلعت من شابتر 7 وأمورك تمام. خلينا نفتح السؤال. السؤال كالتالي اليوم في عندي فيوتلايت هذا فيوتلايت موجود عن نقطة A الكوبيد بوينت يعني أنا مكان مثلا تحته عند النقطة A اللي هذا بده يقيس ارتفاع مبنى ارتفاع المبنى BD بحكي لي إذا الضلع BC طوله 30 متر تمام إيش بده أوجد ارتفاع المبنى BD. طيب بس عشان أوجد ارتفاع المبنى BD أنا بدي أوجد هذا نفس الرسمة اللي رسمتها فوق هون نفس الرسمة هاي الرسمة شايفينها تكون نفسها هاي. خلني أصغرهم جنب بعض هون بي نقطة بي اللي هي هاي نقطة واحد نقطة دي النقطة دي اللي فوق هي النقطة 2 فأنا بدي الفيرتيكال عند بي وبدي الفيرتيكال عندي طلعتهم طلعي ايش بقدر اوجد الارتفاع. شو المشكلة؟ horizontal distance مش معي الدي هاي مش معي. كيف بدي اجيب الدي؟ هسا من شابتر 5 شو تعلمنا؟ انه الهوريزونتال انجل هي اللي بتكون بشكل افقي يعني هاي هيك صح؟ انا الزاوية هي الهوريزونتال انجل. هاي الهوريزونتال انجل بتوين مين؟ بتوين بي فعليا او بي فتحه نفسها سي تمام بين بي هاي النقطه هاي النقطه طلعت الهوريزونتال انجل اللي هي راح تكون اتش سي ناقص اتش بي او اتش بي ناقص اتش سي شابتر 5 رجع شابتر 5 مع بعض شابتر 5 بطبق هذا القانون ممكن اوجد الزاوية بين شغلتين هاي بطبق هاي الشغلتين الاولى هاي الشغلة الاولى سي وهاي الشغلة بي بطلع الزاوية بينهم بعدين بحكي هيو لو عندي انا زي هيك عندي زي هيك هاي الزاوية
هوريزنتال تمام، يعني اتش سي ناقص اتش بي تمام، طلعت ايش؟ طلعت قيمه. فانا معي هاي 30، انا بحكي تان اتش طلعتها شو بدها تساوي؟ 30 الهوريزنتال ديستانس، الهوريزنتال ديستانس. لما انا اطلع قيمه الهوريزنتال ديستانس اقدر اطبق قوانين الستيدي هير او نون ستيدي هير، اطلع قيمه الارتفاع بي دي. كيف اطلع قيمه الارتفاع البي دي؟ بكل بساطه الفيرتيكال لبي هي الفيرتيكال لدي، طلعها وخلصت. بس هون ما اعطاني الزاويه جاهزه، اعطاني اياها فيس ليفت، اعطاني اياها فيس ليفت فيس رايت. فيلا مع بعض، اول شيء بدي اعمله مشان اوجد ارتفاع بي دي بلزمني فيرتيكال انجل. طلعت الفيرتيكال انجل اموري تمام، بس شو بلزمني قبل هيك؟ بلزمني الهوريزونتال ديستانس بين الثيتي لايت هي هاي، الثيتي لايت والنقطه بي. كيف بدي اوجدها هاي؟ اوجدها من الهوريزونتال انجل. طلعت الهوريزونتال انجل هي هيك، هذا مثلث، هذا المثلث بدي اسميه ايه يا هيك، مش عارف بالضبط. هاي الهوريزونتال ديستانس، هاي 30، وهاي الاتش، هاي الاتش تمام تمام. كان الاتش تساوي 30 على دي تمام. شو الاتش؟ الاتش اللي هي دائما اي زاويه افقيه، يعني تو دايركشن، بتكون الهوريزونتال الاولى الهوريزونتال الثانيه. الهوريزونتال الاولى، الهوريزونتال الاولى، شو الاولى؟ بوينت بي. طلع الهوريزونتال بي هاي الهوريزونتال انجل، الهوريزونتال لبي شابتر 5، لاحظ انه بنقدر نهتم بالشابتر سوا. الهوريزونتال لبي شو بدها تساوي؟ نص لقانون افريج في فيس ليفت هوريزونتال، لاحظ انه هون الفيس رايت اكبر من الفيس ليفت، فاموري تمام. 15 دقيقه درجه، 10 دقائق، بتزيد عليها فيس رايت 195 درجه، درجة 10 دقائق ناقص 180 تطلع قيمة اتش بي. نشوف قديش تطلع قيمة اتش بي شوي، لاني حسبتها على جنب. تطلع قيمة اتش بي 15 درجة، 15 درجة 10 دقائق تمام. نروح على اتش سي، اتش سي شو بدها تساوي؟ تسليش نص فيس ليفت سي، فيس ليفت 60 درجة 10 دقائق زائد فيس رايت 40 10 دقائق ناقص 180 بتساوي 60 دقيقة درجة 10 دقائق. طلعت معي 60 دقيقة و10 دقائق. كم الاتش؟ الاتش بدها تساوي هاي ناقص هاي، بتطلع معي 45 درجة. 45، فبالتالي اذا هاي 30 بتكون هاي 30، لأنه كان 45 واحد، هاي 30. طلعت الهوريزونتال ديستانس 30، شو بعمل؟ شو بعمل؟ بكل بساطة بطلع هسه الفيرتيكال انجل في في بي وفي دي، في بي وفي دي. كده طلع في بي، قوانين الفي بي والفي دي مباشرة، الفيرتيكال انجل ما فيهم اي تريك. لاحظ انه في سي اوبزرد خاص لسي، لأنه سي ما بحتاج بحسابات، بلزمني بي ودي. يلو في بي بدها تساوي نص فيس قانون تبع شابتر 5 90 ناقص فيس ليفت، 90 ناقص فيس ليفت زائد فيس رايت هي 277 ناقص 270. هيك طلعت الفيرتيكال، طلعت الفيرتيكال لبي، فيرتيكال بي طلعت معي 4 درجات 36 دقيقة. نفس الطريقة بطلع في سي، تطلع معي 15 درجة 40 دقيقة. ايش بعمل انا هسه؟ طلعت في بي وفي سي، فبطبق القانون، يا بطبق القانون مباشرة بي بتساوي اتش انا بدي اياها 30 على تان زاوية 15 درجة دي سي، دي قصدي
ثانية. 30 دقيقة تطلع معي 6 متر، ارتفاع المبنى 6 متر، أو تعمل المنطق. شو المنطق بحكي لي؟ هاي الرسمة كيف بتصير عندي؟ بتصير عندي زي هيك، مسافة 30، عندي هاي الزاوية الأولى 4 درجات 30 دقيقة، الزاوية الثانية 15 دقيقة 40 دقيقة، وعندي هاي اتش 1، وعندي هاي اتش 2، وأنا بدي هاي المسافة. ليش هاي المسافة بدي إياها؟ اللي هي هاي دي هاي دي هاي اتش، اتش تساوي اتش 2 ناقص اتش 1. تمام، اتش 2 ايش بتساوي؟ اتش 2 بتتساوي او نوتان 15، شو بتساوي؟ اتش 2 30. نفس طريقة الإثبات اللي أثبتها قبل. فأنا يا بحل على هذا الكابتر، بحل على without study here تطبيق مباشر، بحل على الرياضيات انفرس وخلصت. فهيك شابتر 7 انتهى. لاحظوا انه هذا السؤال ممكن يلعب فيه، يخلي لك هاي مثلا يخلي لك اياها 10، لما تكون 10 بتكون اقل من الفيس ليفت، فلما بدي اطبق القانون لازم اجمع 360 اجمع 180، او انه احكي 360 ناقص 180 طبعا 180 مثل شابتر 5. فاما انا بدي تفهم من شابتر 7 رسمه، بدي تفهم من شابتر 5 اول شيء الهورزنتال انجل بتكون دائما عن السطح الافقي، يعني هاي الزاويه وهاي هيك، والفيرتيكال انجل بتكون زوايا فيرتيكال عموديه. من شابتر 7 عشان توجد ارتفاع مبنى لازم يا ثيوتو لايك وذ ستيدي هير او نان ستيدي هير. وبس، يعطيكم العافيه.